بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن بلال. منور يا كابتن. الله يخليك كابتن. الله يخليك كابتن ايمن. قبل ما نروح للمباراه والتحليل، يعني المباراه النهارده ما فيش فيها حاجه بامانه، المباراه عدت بشكل كويس، ولكن مش تدخل في شغل لجنه الحكام ولا حاجه، وانت عارف احنا في قناه الاهلي النهارده بنقول الصح. احنا بنتكلم النهارده عندنا كابتن بلال 7 حكام دوليين، واحده واحده كده بس عشان ايه الدنيا تبقى ماشيه ازاي. ماشي، خلي بالك النهارده عندنا ماتش الاهلي والزمالك اللي هيتلعب، هل هيتلعب بحكام مصريين ولا بحكام اجانب؟ احنا لحد دلوقتي لسه مش عارفين. تمام. طيب 7 حكام دوليين يا كابتن بلال، المفترض الحكم الدولي دوت على الاقل بيلعب للاهلي وبيلعب للزمالك. انت متخيل يا كابتن بلال النهارده كابتن علاء حكم دولي في القائمه الدوليه يحمل الشاره الدوليه لم يدير حتى هذه اللحظه اي مباراه للنادي الاهلي؟ مين يا كابتن؟ اي مباراه للنادي الاهلي؟ الحكم محمود ناجي. مين؟ محمود ناجي. محمود ناجي. طيب لو هو ما بيديرش لمباراه الزمالك مفيش مشكله يا كابتن علاء، ولكن لما يلعب للزمالك وما يلعبش الاهلي، واحنا النهارده البنا بيلعب 7 مباراه للاهلي، تاني لما البنا النهارده يلعب المباراه السابعه، لعب 6 في الدوري الممتاز ولعب نهائي كاس السوبر ما بين الاهلي وبيراميدز، يعني لعب 7 مباريات وحكم دولي عندك في القائمه يا كابتن بلال في القائمه الدوليه لم يدير مباراه للنادي الاهلي. انا بقول الكلام دوت ليه؟ كان ممكن النهارده انا البنا النهارده بيلعب الاهلي وفيوتشر، كان ممكن البنا انا اشيله، صح، يبقى عندي اوبشنز ان انا اختاره. مظبوط. في لقاء الاهلي والزمالك لو انا هلعب بحكام مصريين يبقى مع البنا، ممكن يكون امين عمر، يمكن يكون محمد عيب، انا عندي كابتن بلال كابتن شريف اختيار. النهارده لما انا النهارده بدي البنا، وانا يعني هو البنا هيلعب، البنا طبعا حكم كويس وحكم الحكام النخبه حكم جميل جدا، بس انا كلاجن الحكام مش تدخل في شغل لجنه الحكام والحاجه، ولكن انا بقول لك ان حكم دولي ما ينفعش لحد الان يدير لم يدير مباراه للنادي الاهلي دي، بس للعلم. واعتقد ان دي هتبقى مفاجاه لناس كتير، لان حكم دولي ده يعني زي ما بيلعب هنا كابتن شريف كابتن اسامه يلعب هنا مفيش كلام، صح، مفيش كلام، انما ما يلعبش هنا ويلعب هنا. دي النقطه الاولانيه. خلينا نروح للنهارده للتحليل التحكيمي. ومين الكابتن اللي بيحط الحكام؟ لجنه الحكام. يعني انا النهارده النهارده فيتور بيريرا كابتن علاء النهارده موجود، واحنا وقفنا معاه وقلنا الراجل محتاج وقت، النهارده بقى 4 اشهر. حضرتك النهارده بتتقاضى مبلغ مش قليل، مبلغ كبير، حتى الان لم نشاهد التطوير على ارض الواقع بامانه. طيب هل انت تدخل التعيينات؟ يتدخل في التعيينات النهارده، خلاص انت النهارده عرفت مستوى كل الحكام يا كابتن بلال كمسؤول لجنه الحكام. حتى في الاول انت كنت بتشاهد وتشوف الناس بتشتغل ازاي، النهارده انت مسؤول، النهارده مسؤوله كامله عن الحكام، تعيينات الحكام، تطوير الحكام. ولكن في الفتره الاخيره شفنا اخطاء كثيره جدا جدا، احنا مع لجنه الحكام طبعا ومع التحكيم ومع فيتور بيريرا، ولكن لابد احنا نشوف على ارض الواقع كابتن علاء شغل. يعني الفترات اللي فاتت في اخطاء تحكيميه كتيره قبل ما يمشي حتى كمان كتيره. نعم، قبل ما يمشي، ما هو انت هتلاقي فجاه مشي زي اللي فات فيلحق حتى. فانا اتمنى التعيينات يا جماعه، يعني اللجنه تكون مسؤوله عن التعيينات عشان خاطر ما نوصلش للمرحله، ومش عايز اقول للتفاصيل كلها تعيينات معايا، يعني قلت في مفاجات عندي كتير، لا يعني حاجات كتيره مش وقتها نقولها، ولكن دي محتاجه حلقه كامله كابتن بلال نتكلم فيها.